اليوم باش نحكي وكما قلت لكم مع الدكتور أمين سعيد في مرض التوحد عند الأطفال. كثر. المرض هذا كثر هو ليس مرض ليس أول حاجة نبدأ بها دكتور أين نقول مرض والعادي مثل المواطن وإنتي العادي وانت صلح لي ابسوليمون خاطر انا نعرفه مرض اما انت صلح لي احنا توا احنا علاش انتي هوني باش نصلحوا انت قلت لي اللي هماهوش مرض أبسوليمون. لكن انا تعمدت نقول انه مرض على خاطر الكلنا ماشي في بالنا اللي هو مرض. الاطباء ياكدوا والمختصين انه عنده تاثير كبير على قدره الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقته بهم. الاطباء يقولوا زادة انه مرضى التوحد يستحقوا برشا مساعدة في حياتهم اليومية. كنقولوا طيف كنقولوا متوسط كنقولوا عميق كنقولوا عميق جدا فما كما نقولوا مراحل يتعدى بها الصغير. الطيف يبرى من المتوسط والعميق والعميق جدا ما يبراش. الطيف ينجم يكون مبدع لأنه كنقولوا بالجيتس كله عنده طيف متاع توحد كنقولوا نيوتن طيف متاع توحد كنقولوا أينشتاين طيف توحد. شوفوا قديش أبدوا قديش والديزني قديش أضافوا للبشرية. لكن للأسف فما حالات عميق وعميق ومتوسط ذو ما فيهمش دواء للأسف الشديد. لكن فما أنه نجموا طريقة في التعامل وخصوصا موجود هون اليوم دكتور أمين سعيد باش يقول لنا كيفاش نتعاملوا كيفاش نتعرفوا على مرض التوحد. ابسوليمون دونك كوثر اول حاجه نبداو بها احنا من الحصه الفارطه قلناها كلمه مرض وهي غلطه. دونك نعتذروا من المشاهدين فما خطر شكون تحسوا منها شويه هذيك اول هو انت مش مرض انت تعتذر على لانك عارف اي انا لاني ما نعرفش انت كوثر تمثل المواطن التونسي العادي دونك ما تسنغ بل كلنا في مخناك قولوا مسكين فلان مريض بالتوحد مريض بالتوحد وحتى انا شخصيا مانيش مختص معناتها في المرض هذا بالذات اما تعمقت فيه جماعه هذه الكل بزايد معناتها عندي فكره ابسوليمون قريت على روحي احنا كلنا نتطوروا فما حتى انسان ما يتطورش ودونك الجمعه اللي فاتت دخلت حتى في علاقات مع اولياء اللي حكيت معهم زايد وكل خاطر هما اكثر ناس مختصين ساعات اكثر حتى من الطبيب في حد ذاته معناتها ولا من المختص النفسي هو شنو التوحد سامحني ما عندوش تحليل كي تبدا انا حبله حبيت وقتها نعمل على بنتي قالوا لي ما فماش فما التريزومي ينجم يعطيك النسبه نتاع التريزومي لكن التوحد ما نجمش حتى تحليل في الدنيا يقول لك ولدك ينجم يكون متوحد هذاك علاش اي امراه حبله يمكنها الرعب توا خوفا لو ولدها يطلع متوحد ابسوليمون دونك ديجا هو اضطراب نمائي هو ان تروبل دو ديفلوبمون يتسمى خاطر ما فيهاش الدواء كما انت قلت كوثر والاغلبيه كما نقولوا الحاله الطيف المرحله نتاع الطيف تكون هذيك تكتسب خاطر بعد الولاده كلي بتلافز وكل اما هو على باز ما تتوى علميا اخر الدراسات ومازالوا فما دراسات راهم ماهيش حاجه ديفينيتيف يقولوا اللي فما جينات متسبب في المرض هذا في مش مرض في الاضطراب سامحوني كون في الاضطراب هذا فما جينات متسبب فيه والجينات هذيا كما نقولوا تخلي الطفل عنده ارضيه حاضره ممهده للاضطراب هذا بتصرفاتنا نحن نجمو نوصلوه للتوحد نجمو ابسوليمون هو ما تو كانش نحكيو تنحكيو بعد على الحلول كيفاش لازم نتصرفوا تو هات نحكيو على كيفاش نفهمو الام اللي تحس ولدها ما توصل لعمر معين عام وشويه وحتى قبل العام وما يستجيبش كي تعيط له باسمه كي الصغير ما يكونش عنده الكونتاكت بالعينين ما يغزرلكش في عينيك معناتها ريغولييرمون كي الصغير يكون انطوائي وتنجم توصل حتى في عمر معين نتاع عامين معناتها ما عندوش تفاعلات اجتماعيه عاديه كيما الصغار الاخرين الصغير اللي يكونوا عنده حركات ريبيتيتيف ولا حتى كلام ريبيتيتيف هذوم يعني يسمع كلمه يقعد يعاود فيها حتى مش في الكونتكست نتاعها وهو وصل لعمر معين فوالا هو تو فما راهو دراسات نحكيو بالعربي دكتور باش الناس الكل تفهم ابسوليمون هو فما كيما نقولوا تحاليل كلينيكيه تتعمل اول حاجه نبداو بها المظاهر الاجتماعيه معناتها التفاعلات الاجتماعيه نتاعك الصغير اول حاجه نبداو بها معناتها كيما قلنا الصغير اللي ما يغزرش في العينين الصغير اللي ما يستجيبش الاسم الصغير اللي انطوائي بزيد معناتها الصغير اللي حتى يسمع كلمه يقعد يعاود فيها أبسوليمو. ويحطها حتى في جمله ماهيش مفيده ماهيش هي ابسوليمون الصغير اللي كيطيح ما يقومش يبكي
هذيك كيف كيف هذه تبهتني برشا الحاجة فما موجودة من هاي ومعناتها وانت والدقري معناتها فما زاد صغار اللي حتى يكونوا ايبر سونسيبل معناتها عندهم حساسية من الضوء من الحس وحتى من اللمس معناتها احنا حكينا اخر مرة اللي الحضن يعاون ياسر الحضن يعاون بالنسبة للي عندهم حالة الطيف معناتها مازال حاجة بسيطة معناتها اللي الاضطراب عندهم بسيط مي في دي دوغري معينين حتى اللمس ما عادش يقبلوه دونك هذوما كلهم المظاهر اللي تخلينا نفهموا اسكو الصغير نتاعنا عنده الاضطراب النمائي هذا سو تروبل دو ديفلوبمون او با دونك هذوما لي سينيو اللي لازم نراقبوا صغارنا فيهم توا نجم نقول كيفاش نجموا نعالجوا كيفاش نتعاملوا معاهم اخر دراسات عملت بحوثات كيف كيف كوثر فما سكون ابل لا ميثود دو دنفر اللي هي ميثود امريكيه واللي علاش تقوم انه لازم الولي ساعه يكون معناتها موجود ابار الاختصاصيين راهو الخدمه نتاع الاختصائي ما تكفيش يلزم الولي يكون سي ان ترافاي افي سورتو كي يكون في حاله متى متقدمه سي ان ترافاي افي معناتها سي سور اللي فما علاش جينا كل يوم اللي يقوم الصباح يعرف روحه خدمه هذيك باش ينجم يكون مع ولده الهدف انه الصغير يوصل يولي اوتونوم يولي متى مستقل في حركته في ابسط في حاجيته هو البسيطه ديجا الهدف انه يقعد التوحد طيف طيف الهدف هذاك الاسماء الاسماء بصولي واحد نخاطبوا توا في الناس الكل فما شكون اللي متى مازالوا في متى اول حالات فما شكون اللي تطور معهم دونك هما بدهم زاد نخاطبوهم توا كيما قلنا الميثود دنفر تنجموا تعملوا حتى لي ريغوشيرش نتاعكم شنو هي الميثود هذيا متى طريقه العلاج تتسمى دنفر تنجموا تحطوها على الانترنت وتزيدوا تفهموا اللي هي اول حاجه دخل الولي معناتها هو عرصه فيها معناتها الولي اونو بار معناتها مهمه في الميثود هذه وتقوم على ان احنا نفهموا شنو ما لي سونتر دانتيغي شنو معناتها محاور اهتمامك الطفل هذاك شنو الحاجات البساط خاطر ماهمش ياسر هما اللي يجلبوا له انتباهه بكل حاجات هذوك نبنيوا العاب تدريبيه تكوينيه تعليميه كي سون بازي العاب على كل مصادر الاهتمام كل بساط كل لازم نلقاوهم والولي لازم يكون حاضر مع المدربين هذم المختصين ولازم دونك هذه الدعوه لازم يكون فما مدربين مختصين جوستومون معناتها هذيك مش حاجه سهله ولازم يكون فما مدارس وفما دي اقسام وفما فريمون لازم رعايه كامله تعليميه واجتماعيه وصحيه بهم الصغار هذم خاطرهم الصغار عباره على ملائكه معناتها عباره على مازالوا في حاله ملائكه يقعدوا ملائكه معناتها سونس ترو جونتي معناتها عندهم حتى لومباتي التعاطف نتاعهم يسرق قوي الاجتماعي معناتها يجمو كل شيء تعملوا بالتعاطي يجمو يغلطوا وانسان يكشخ عليهم وهما باش يطلبوا السماح يقولوا له نحبك ومشوا يعنقوا الطريقه نتاعهم هذيك هما يسر متعاطفين دونك لازم نفهموا هذا الكل اللي هو معناتها اضطراب نمائي اللي لازم معناتها ابارتيغ من لاج ايديالمون من عام ونص نبداو في التدريبات مع مختصين وراه التدريب ما يقفش مع الاختصاصي راه يقعد حتى في المنزل مع الاولياء اون بيرمانونس معناتها ولا ميثود دنفر هي من اخر الميثود بطبيعه سي سور في موحد اخرين مي نجموا نطبقوها الميثود هذه وتتواصل معناتها التدريبات لين يوصل ان شاء الله يوصلوا الصغار اللي عندهم الاضطراب هذا يوصلوا يوليو في حاله صحيه معناتها في حاله نقول استقلاليه فوالا معينه اللي تنجم تخليهم يكونوا مستقلين في حياتهم هذاك هو الهدف جستمو هو مرض اضطراب اضطراب خطير جدا الحق دكتور وانا اكتشفته من خلال الافلام الامريكيه لكن نحب نوجه تحيه النجيبة بالقاضي المخرج والممثل اللي هو عمل فيلم في عينيا يحكي على التوحد اللي هذه حاجة قليلة في تونس أنه نوصلوا نحن نصرفوا على فيلم ما يعالجش مشكلة شخصية للمخرج دونك نحب نقول برافو دونك الفيلم هو بطولة نجلة بن عبدالله ونضال السعدي حصد برشا جوائز ونفرح أنه السينما التونسية متاعنا تمشي في التوجهات هذية للعلاج الاجتماعي مش الأمور شخصية يا بروبو دو سا لو تياتر يعاون ياسر خاطر معناتها الطفل اللي عنده الاضطراب تاع التوحد معناتها ما يفهمش ياسر لي ميميك حتى لي غريماس نتاع الوجه والتفاعلات الاجتماعيه ماهمش بصاد مش ساهلين عنده لو تياتر ينجم يعاون وانا دخلت في كونتاكت مع والي مع معناتها اون مامون قالت لي راهي هي التياتر عاون ولدها
هو عنده الطيف مادام تاع التوحد. جوستومون انا عندي لطفي العكرمي زميل ومخرج فما مره صدعيني هوني معناتها عنده يقول لي بون ما عندناش مراكز للاندماج نتاع المتوحدين، لكن هو بالمسرح قاعد يحاول وعنده تلامذه معناتها متوحدين وطلبه متوحدين وعندهم تحسن كبير في طبعهم وفي تقبلهم للناس. كما قلت المتوحد ينجم انت تضحك له وهو يخزر لك ما يفهمكش انت تضحك له ما يجاوبش معاك بالكل. في الاخير وفي الختام ابروبو اون ديرنيير رمارك كوثر اللي فما وليه قالت لي راهو معناتها باش تعطي ميساج تاع امل للاولياء ساعات تحس ما فماش نتائج وساعات تحس فما ريغريسيون فما كيما نقولوا تاخر معناتها يكون قدم بعد واخر شويه اما راه تو علميا اثبت لي بعد التاخر اوتوماتيكمون فما نتائج ممتازه معناتها ما تسلموش كنت تحسوا ولدكم معناتها كنت تحسوا طفلكم معناتها في الوقت هذاك قاعد يركز ابسوليمون قاعد يستوعب دوك بعد شي يعمل قفزه. هذا ميساج معناتها كيما نقولوا تاع امل للاولياء. نختموا كوثر نقولوا اللي راه الميساج هذا اللي عندهم توا اطفال والمجتمع اللي ما عندهمش الحاله هذه في عائلتهم راهو يلزم نغزروا بعين كيما نقولوا ما نغزرولهمش بعين الشفقه نون بلو معناتها ما نغزرولهمش معناتها بالتسخيف معناتها ما يسخفوناش هما الناس هما الاطفال هذوما هما مرتاحين مع رواحهم راهو دو مومون احنا نخليهم يكونوا مرتاحين ونتعاملوا معاهم كاشخاص عندهم شخصيه معينه كما كل انسان شخصيته كل انسان كيفاش نتعاملوا معهم كناس قائمي الذات ما هما عندهم الشخصيه نتاعهم ما نغزلهمش لا بشفقه لا بطريقه ما فيها نوع ممكن من الازدراء ساعات نغزلهم كاشخاص عاديين نفسروا لصغارنا الاولياء تو نفسروا لصغارنا اللي راهو لازم الصغار هذا ما نتعاملوا معهم بطريقه عاديه وراهم هما هذوك طبيعتهم انا بنتي تقرا عمرها 4 سنين عندها زميل متوحد يقولوا لي كيفاش نقول لهم يشبيه شنو المشكل كي بنتي تتعلم منه هو يتعلم منها وانا انا منطلق وليا كان ممكن بنتي تنجم تكون هكاك ونتقلق وقت الاولياء الاخرين يتقلقوا من بنتي دونك انا ما فهميش علاش توا كوليا باش نتقلق انه بنتي صديقها معناتها المقرب عنده توحد يا لا بالعكس بنتي تطلع اكثر اجتماعيا تطلع معناتها فاهمه الدنيا عندها اكثر عمق انساني عمق انساني كبير بالعكس الصغار هذوما صافي بليزير ابسوليمون وكل ما تبدا تحكي لي عليه نبدا فرحانه انا تحكي لي عليه يعطيها الصحه والله ومعناتها ولازم اونكور اون فوا كثر الصغار هذوما معناتها نتعاملوا معاهم بطريقه جد عاديه معناتها ونقبلوهم ونحاولوا ندمجوهم احنا نحاولوا نكونوا احنا سبب باش ندمجوهم معنا في المجتمع نتاعنا. شكرا دكتور أمين سعيد شكرا صدقني قد ما نشكرك مانيش باش نخلص.